السلام عليكم، معكم علاء. اليوم غادي نلعبو رولينغ سكاي بانتروس. رولينغ سكاي بانتروس عندنا شحال من مرحلة؟ عندنا 48 مرحلة، غادي نفوتهم كاملين كاع، ما تخافوش لحقاش انا معلم مقاوم. المهم عندنا 48 مرحلة، افتحوا الاولى. اجا انا وصلت 48، انا واعر. يلا 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 نبداو. تخلاني شوف 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 من اللي بدي اسهل مرحله. شوف 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 المراوغه زين، هذا الشيء راه هي البدايه. هاد اللعبه جديده عليا، ولكن المهم انا عاد كي جديده عليا، فعاد تعرفت عليها من واحد فدعمي وراها لي وتحداني تحداني الدراري تحداني. حتى نوري شكون كيتحدى، كيتحداني انا انا ها ها كيتحداني. غادي نوريها نوري. شوف 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 اصاحبي، هذه البداية ومازال مازال باش ان شاء الله شهر اما نكملش شهر الصح ترى. هاوي شوف 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 اول ضربة 100%. شوف 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 الاحتراف 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 الاحتراف. دابا نبداو بالجولة. معليش 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 داكشي ساهل. انا المهم تعلمت اللعبها. كيحكوني شي اعضاء في جسدي، كنت نحكم لحقاش انا مركز، راني مركز مع الجو. ما 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 مركز مع الجو. بانتروس او راه يحكني وجهي، راه الشتاء الغفيرة هنا بيم. معليش ذكرنا الشتاء ذكرنا النار. المهم انا عندي كل حلقه نديرو 5 د المحاولات، يعني 5 د الخسرات 5 د الخسرات. المره الجايه هذه الثالثه، ماشي 3 د المرات. هذه هي واه هذه هي واه. عاد استناو هذه البدايه ومازال مازال. شوف 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 انا تقولبت حكيت وجهي تقولبت واحد تقوليبه شينه تقوليبه. ما 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 شكون هذا شكون هذا كيتحداني زعما كيتحداني والله الا كيتحداني. كيفاش زعما انت واعر عليا؟ وي انا قوي انا هذه ساهله ما نعرف علاش كنحصل فيها. شوف خطأ تقني، خطأ فني. بقات لي جوج، بقات لي وحدة. صافي نركز. واه مليح. ماشي حط. الدوخة. أنا لبيد وحدة، أنا مقروض. مقدش لبيدين، راني مفاض. غادي نجي منا نلعبو هاديك ديك الالماس. صافي حتى هنا وصلنا لنهاية. نزيدو وحدة أخرى صافي نكسرو شوية القوانين. وش قوانين المجانين كريزي قوانين كينطمونا لحقاش غنطول عليكم في الحلقة، ولكن مطولتش لحقاش أنا واعر أنا واعر. أنا كنت باغي نحلو اول 5 هاد الحلقة، لكن انا ما كتابش. علاش؟ لحقاش انا مقاول. كيفاش عندي ارتجاج في المخ؟ التنبرا ونجي انا واحد نبدي نفرق في الدواسر. شوف يا ونبرا ارتجاج في المخ جاني. شوف
شوف بلاصه بلاصه من اليمين لليسار اسطر يسار تعب تقولي معليش معليش الحلقه الجايه ونوريكم الله تن سبعنا سبع 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 الله